هذه مسؤولية علينا بعد. نعم. يعني على, نعم. على يعني جيلنا الجيل احنا لازم الأكبر. الجيل اللي قبله لازم يعلمه، لازم يوجهه، لازم يراويه ان الانسان يعني لازم يتروى. يتعلم. نعم. دائما انا اقول يعني من يوم بناتي صغار مثلا لما تيجي تطلع الاولى هي تفرح وانا طبعًا. افرح طبعا، ولكن كنت دائما اقول مو الشطارة ان الواحد يوصل الى المركز الاول، ولكن الشطارة انه هو يحافظ على هذا المركز. عليها بالضبط. بالضبط. نحن هني ممكن نقول ان للجيل القادم بانه من حقه ان يحلم ويطمح ويدخل في مجال المنافسة، ولكن تعتمد على نوع المنافسة اللي هو داخلنا والتحدي. يعني بعض الوظائف تحتاج الى مهارات، وان مثل الطب سنوات مثلاً. خبره طويله. الطب مستحيل الواحد يوصل في استشاري. صحيح. او يوصل لم يفتح العياده الا لما ياخذ يعني سنوات من الخبره. صحيح. ويدرس وياخذ شهادات ويتقن ويدخل في ورش عمل يعني في مجال او قطاع الصحه. بالذات ان بعض المهن وبعض الوظائف ما يوصلونها بسهوله يعني. نعم. وفعلا الشق الاخر من السؤال دكتوره، طبعاً. طموحاتهم اختلفت. طموحاتهم الحين يبغون يكون لهم الشهره، طبعاً. ان الشنط السيارات الموبايلات، يعني انمحت التحديات وبالتالي صارت التوافه هي الطموحات. لان الزمن تغير نورا. يعني تغيير الزمن هذا ايضا احنا لازم نستوعب هذا التغيير. ونستوعب ان زمنهم غير زمننا احنا. احنا نقدر نفيدهم من ايجابيات زمننا، نفيدهم من خبرتنا، نوجههم، نراويهم الطريق الصحيح، ولكن ما نقدر احنا نعيش الزمن اللي يعني نعيشهم في زمننا حياتنا. نعم. احنا نعم. نقدر نعيش معاهم، نقدر نتاقلم وياهم، ونقدر ان احنا نقوم بدورنا الحين مع الجيل الموجود والجيل القادم، ولكن هم ما يقدرون يعيشون في زمننا اللي احنا كنا فيه. الحديث في ناس يرمشونك يعني، لكن انا مضطره اطلع الى كليب. عندنا كليب جهزناه حقيقه، كليب رجالي. هو سالنا كليب رجالي سالنا عن تمكين المراه، وسالنا ما اذا كان يحب دعم المراه، واين وصلت المراه وجهه نظره الان. نتابع هذا الكليب. لانها رفيقه دربه وزميلته في العمل ومديرته في بعض الاحيان، سألناه ما إذا كانت المرأة الإماراتية مكنت وأخذت دورها في المجتمع، وما إذا كان مع التمكين أم لا، فأجاب: المرأة الإماراتية ما شاء الله قدرت تتمكن في المجتمع، ولها دور مجال كبير، لها دور مجال كبير في الدولة ومناصب. المرأة الإماراتية تمكنت في دولة الإمارات، وصلت مناصب قيادية كبيرة مع تمكين المرأة، لأن المرأة جزء من المجتمع، والمرأة وصلت مناصب أكبر، يعني وصلت مع الرجل مناصب كبيرة، فهي جزء من المجتمع وأنا مع التمكين. أصبحت المرأة اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله ثم قيادتنا الرشيدة بدخول المرأة في الوزارة. يعني المرأة صارت اليوم وزيرة، وصارت ماسكة أماكن رئيسية. أن من مثل المرأة قبل 10 و15 سنة بدأت المرأة تدخل في مجالات تنافس الرجال، ولا حق أن تنافس الرجال في هذه المجالات. إجاباتهم تنم عن وعي المجتمع الإماراتي لأهمية المرأة وإيمانه بضرورة احتلالها مكانة في المجتمع. لم يأتي ذلك من فراغ، بل جاء نتيجة تجربة الإمارات الرائدة، فالمرأة مكنت فتمكنت فأتقنت. حياكم الله من جديد مشاهدينا. دكتورة، احنا سمعنا آراء بعض الرجال، الحمد لله يعني معظم الرجال إيجابيين في هذا. نعم. الإطار. ما أدري، إحنا يمكن في بداية الحلقة تهموني زميلاتي إني راح حطيت على الرجل، لكن هل فعلا المرأة اليوم، يمكن نفس السؤال سألته على الضيفة في الشق الأول، أبغي أسأله على حضرتك واسمع وجهة نظرك، إنه بعد ما تمكنت ووصلت وتبوأت والحمد لله يعني ضمنت إنه كل أطراف المجتمع وكل الموجودين في المجتمع بيسندونها خاصة في مجتمعنا الإماراتي، هل هذا خلاها تتعامل بفوقية مع الزوج، مع الأخ، مع الرجل، مع الزميل في العمل؟
تعالت من وجهة نظرك؟ إذا المرأة وصلت إلى هذه المرحلة أنها تتعالى على الرجل في حياتها أيا كان، أنا أعتقد هذا في هذه اللحظة راح تنتهي، يعني تفشل بأمانة. تفشل، لأن لا يمكن للمرأة أنها هي يعني تحقق ذاتها إلا لما تلاقي أن النصف الآخر عامل لها سبورت، أو أن في نوع من الـ من الـ يعني هو التمكين. شنو هو؟ لما أنا أتمكن من أني أنا أقوم بدوري مثلا في مجال العمل، ولما أكون إنسانة أقدر أني أنا يعني أثبت وجودي في مجال العمل، لا يمكن أنها هي تسوي الحاجة هذه بمنأى عن الرجل. لأن اليوم في مجال العمل أو في البيت أو في أي مكان تتواجد فيه المرأة، تكتمل الصورة لما تلاقي أن النصف الآخر عمل لها هذا النوع من المساندة ومن التشجيع. التعالي شوية يعني أنا أحس أنه يعني إكستريم، أو لما أنا أتمكن أحس أني أنا مش محتاجة لهذا. مثل أنا ما قلت لك في بداية حديثي أن لا يمكن للمرأة، يعني ساعات المرأة تحتاج حتى لما تكون مثلا متزوجة يمكن تحتاج أنها تكلم أخوها في موضوع أو في 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 مثلا مشكلة معينة أو في حاجة، تحس أنها هي تلاقي هذا الإنسان. فالمفروض أن المرأة ما توصل إلى مرحلة التعالي. ومثل ما قلتي، يعني الكل إيجابي والكل يفكر بإيجابية والكل متقبل تمكين المرأة ومتقبل نجاح المرأة في مجتمعنا، فيجب أنها المرأة تكون تكمل هذا الدور، يجب أنها تكون عند حسن الظن مثل ما يقولون. فأنا أتمنى أنها دائما المرأة تفكر بإيجابية وما تنسى دورها، أنها هي فعلا في هذا المجتمع تساهم في تنميته، تساهم في تطوره، تساهم في مساندة العنصر الآخر بإيجابية وبتحدي. يعني في بعض الأحيان تلاقين في بعض أماكن العمل ممكن المرأة تكون تحدي للرجل، لكن قد يفهم التحدي في بعض الأحيان من قبل المرأة أنه هو مناطحة، إذا جاز لي التعبير، أنه هو ندية، أني حاطة راسي براسك، يعني كرجل سواء كان زميل أو زوج أو إلى آخره. هاي مشكلته هو طبعا. بس في شغلة أكثر مثل ما قالت الدكتورة، في شغلة أنه يعني يمكن نحن في دولة الإمارات الشواغر كثيرة ومتاحة، والمجال مفتوح للمرأة والرجل أنهم يدخلون ينخرطون في مجال العمل. نعم. فما أتوقع أنها أن نحن في مجتمع دولة الإمارات وصلنا إلى المناطحة. أنا ما أتوقعها. لا، أنا ما أتكلم عن مجتمع دولة الإمارات الآن. إحنا قلنا مجتمع الإمارات يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الله يحفظ الإمارات والله يحفظ أهل الإمارات. آمين. وإن شاء الله دائما الإمارات في التقدم. لكن الرجل العربي بصفة عامة وشرقي ممكن ينظر إلى جزئية التحدي هذه في بعض المجتمعات المناطحة. لأن هي في الرجل مش في المرأة. بالضبط. بالضبط. مثل ما قالت الدكتورة قبل شوي، أنا أقوم بالذي أقوم به لقناعة مني، لكن أنا ما أقدر أتحكم في طريقة رد فعله وتفسيره لعملي أنا. هني تقوم المسألة على يعني أن خلي حل مشكلته بنفسي، يعني أنا ما أقدر أحل مشكلته. لكن أنا ما بتوقف عن أني أنا يكون لي طموح أو يكون لي عطاء أو يكون لي نجاح وتحقيق وإنجاز وبصمة ورد جميل لهالوطن. نعم نعم. زين، في الختام، إحنا وصلنا للختام، بتقولين شيء سيدة نورة؟ المرأة التي حظيت بالدعم والتمكين عليها الآن أن تقوم بتقديم هذا الدعم والتمكين للمرأة وللرجل حتى تستمر مسيرة الحياة مثل ما تفضلتي الدكتورة. شو بتقولين قبل ما أختم مع الدكتورة عن التمكين في كلمة ختامية؟ المرأة والرجل في مجتمعنا متكاملان من أجل خدمة هذا الوطن، ونتنافس من أجل خدمة الوطن. دكتورة، لا يتطور مجتمع إذا إحنا نظرنا إلى نصف وأهملنا النصف الآخر. يعني والحمد لله رب العالمين ان احنا في مجتمع مكن المرأة مثل ما هو مكن الرجل. اليوم احنا ننظر الى شعب الامارات كأسرة من غير ما نقول ان في رجل كم رجل وكم امرأة. واحنا نتمنى حقيقة ان يعني مثل هذه التجربة الناجحة لدولة الامارات انها تعم
العالم العربي والعالم كله. دكتورة أمينة المرزوقي شكرا جزيلا لك وشكرا لوجودك معنا وشكرا طبعا لرفيقاتي وإن شاء الله رفيقاتي في التقديم طبعا ولكن أساتذة في كل في مجالاتهم المتنوعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. طبعا أعزائي وصلنا للختام. المرأة ما كانت أعطيت فرصة للتمكين لو لم تكن محل ثقة حقيقة ولو لم يكن هناك إيمان راسخ من قبل الرجل بأنها تستحق التمكين. تحياتي.